Danke, Schneider. ازاي نشخص حالة هيميبليجيا؟ عملي بقى اللي انتوا جايين له. اسمك ايه؟ عيد حسين حسين، اسم ثلاثي. سنك كام سنة؟ 78 سنة. هل تعتبروا السن هنا ريسك فاكتور للاثيروسكليروزس؟ لا، لان انا يهمني سنه ساعة ما جاء بدأ المرض مش دلوقتي. افرض المرض بدأ وهو عنده 30 سنة، يهمني سنه ساعتها. طب تطرح سنه خلاص الديوريشن، تقدر تعرف سنه ساعتها كان ريسك فاكتور ولا لا. يوم الحد اللي فات ايه سنه؟ يوم الحد اللي فات الحصه دي كان ليها ميعاد يوم الحد، ايه سته طلبه؟ تاني الزحمه دي ملاش علاقة بإن إحنا لغينا الحد اللي فات. الحد اللي فات زودنا النهارده 6 فرق بس. ليه علاقة إن أنتوا عايزين تيجوا النهارده. ربنا يزيد. يعني تقول تكون فاكر إن إحنا لغينا الحد فتزحمت الدنيا، لا. الحد جه فيه 6 فرق. إذا الناس اللي جاية زحمة دول مالهمش علاقة بكنا لغينا الحد. كلام يبقى واضح جدا. مش أنتوا هرايين. سنك كام سنة؟ 78 سنة، تطلع 80. ساكن فين؟ مولود هناك؟ حدائق الأم، كايرو. متجوز؟ بقالك كام سنة؟ 55 سنة. في أولاد؟ أربعة. الصغير عنده كام سنة؟ 30 سنة. اشتغل ايه؟ سباك. بلامر سباك او مانيوال وركر. بتدخن؟ كم سيجاره في اليوم؟ 20 سيجاره. بقالك كم سنه؟ 60. 60 في 20 في 1200، ده يعتبر هيبي سموكر؟ اه طبعا. هيبي سموكر في 4 يعتبر ريسك فاكتور في اثيروسكليروزس؟ لا، على حسب وقت ما جاله الموضوع كان هيبي سموكر ولا لا. هو دلوقتي ريسك فاكتور للمستقبل، انما المرض اللي عنده هل هتاخد ريسك فاكتور ولا لا؟ تعالى في المستقبل. بتكتب بايدك اليمين ولا الشمال؟ اليمين. يبقى الدومينت هيمسفير بنسبه 80% في 90% هي الشمال، فيها السبيتش سنتر. تشتكي من ايه؟ شلل في الجنب الشمال، باراليسيس ان ذا ليفت سايد اوف ذا بادي. هكذا تقول. اخر مرة كنت سليم تماما امتى؟ 27 سنة. من 27 سنة، احكي لي من 27 سنة، ايه اللي حصل بالترتيب وبالتفصيل قدر المستطاع؟ 27 سنة دخلت نمت في الليل، قمت صلاة الفجر، قمت في الجنب الشمال ده كله ما فيش حاجة. ما بيتحركش، مشلول. صحي الفجر، وعلى فكرة الفجر أو بعد الفجر بشوية ده اعلى نسبه كوجلابيلتي واعلى نسبه بلاد بريشر، درجه يعني السيرج بتاع بلاد بريشر. فاي سيريبر فاسكولار ستروك او كارديو فاسكولار ستروك تحصل في التوقيت ده من 6 ل 9 صباحا. من 6 ل 9 صباحا. فالمساله ذات دلاله. الا اذا صحي في النص. لو صحي في النص بيبقى الريسك اقل. طيب وبعدين احكي لي بقى من ساعتها لغايه دلوقتي ايه اللي حصل؟ صحيت بقى لقيت جنبك الشمال ده ما بيتحركش. كومبليت باناليس. ها؟ ودوه المستشفى. مستشفى ايه؟ زهراء. زهراء. بتاع بنات. ها؟ ودوه ساعتها نوتروبيل وفورتا كورتيل. نوتروبيل ده برين ستيمولانت. مش شايف له اي لازمه. انت كنت فاقد الوعي ولا حاجه؟ لا. طيب
فورتاكورتين ده كورتيزون. ايه الداعي دي؟ وبعدين؟ عملوا لي رسم قلب واشعة على صدره. رسم قلب واشعة على صدره. رسم قلب واشعة اكس راي على صدره. عملوا لك اشعة مقطعية على المخ. ليه؟ ايوه ما كانش فيه وقتها. على حظي. على اي حال عمل اشعه اكس راي وعمل اي سي جي. ايه شوفوا في اترال فايبريليشن في كارديوميجالي او حاجه. وبعدين عملوا علاج طبيعي. علاج طبيعي حوالي شهر ونص وخلص. طيب قعد شهر ونص وحسيت حاجه بسيطه في رجله. حاجه بسيطه في رجله. انتوا عارفين البراميدال ياخد الابر اكتر من اللور. مش الضعيف يضعف اكتر ولا ايه؟ طيب يبقى اللي اتحسن من اللور ليب بس اتحسن حاجه بسيطه. اذا هو ريجريسيف كوست لسه بتتحسن ولا الحاله ثبتت؟ ثبتت من امتى؟ بقى من ساعتها ما اتحسنتش تاني؟ طيب ده معنى كده ان احنا الحاله دي استبلش تيمبليجي خلاص. طيب خلصت؟ اسال انا بقى. اول حاجه قلنا بعد ما بيخلص القصه ask the patient to tell you his medical story without early interruption as possible. بتانتربت بس to avoid the relevant data وهو ما قالناش الريليفنت داتا وتع عشان تعمل initial analysis او elucidate what the patient means. فاحنا محتاجناش لده. انما الخطوه اللي بعد كده اسمها ايه؟ analyze the complaint ثم analyze the symptoms related to the complaint هي النقطه. ثم analyze symptoms not related to complaint ودايما مبتدئا بالالف ستوري ثم symptoms of other systems ثم الباست هيستوري والفاميلي هيستوري. فتعالوا نشوف كده الاناليسيز بتاع الكومبلين. هو قال paralysis in the left side of the body. انت قلت عندك شلل في نصك الشمال. شلل ولا تقل ولا ضعف؟ شلل complete paralysis. دراع ولا رجل ولا الاثنين؟ الاثنين. مين اضعف الدراع ولا الرجل؟ اول ما جالك الموضوع كانوا زي بعض. طب مين ضعف الاول؟ مع بعض. مع بعض. اذا الكورتيكال والكورونال اكسكلودد لان الكورتيكال والكورونال ستارتس از مونوبليجيا. امال احنا بنشرح اللي انتوا بتسموه نظري ده ليه؟ عشان نعرف نفهم. يبقى كده الكورتيكال والكورونال خلاص يا دكتور خلاص اكسكلودد. يبقى اذا ده بدا مع بعض. يمين ولا شمال ولا الاثنين؟ شمال. ديستال ولا بروك؟ خلاص ديستال ولا بروك. فليكشن ولا اكستنشن؟ ابدكشن ولا ابدكشن؟ مش هنسال عنهم قلنا هنسيب ده للاكزامينشن. ده الديستريبيوشن. الديوريشن قال لك من 50 سنه. من كام سنه قلنا؟ من 30 سنه؟ 27 سنه. الانست قلنا اكيوت. الكورس قلنا ريجريسيف. اذا الكوز هنا اكيوت يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا باسكولار يا هيستيريكا. مش معقول هيستيريكا لغايه دلوقتي. فيا يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا باسكولار. والباسكولار يا هيموراجيك يا ثرومبوتيك يا امبوليك. طيب انا بحاول اشوف ايه الاسئله ما اتسالتش. ايه الاسئله ما اتسالتش بقى هنا؟ اسوشيشنز وزونز. دي المعلومات ما قالهاش. مش احنا قلنا بنسال الديستريبيوشن والانست والكورس والديوريشن والاسوشيشن اوف ذا انست كله قال. ايه الحاجه الوحيده اللي ما اتقالتش؟ اللي هي الاسوشيشن اوف ذا انست. مع بدايه الموضوع ده كان في خبطه في الراس او الظهر او الرقبه؟ لا. يبقى التروماتيك استبعدناها. كان في سخونيه او شد في الظهر؟ لا. يبقى الانفلاماتوري استبعدناها. كان في صداع الصبح؟ لا. زغلله؟ لا. فين؟ لا. تشنجات؟ لا. غيبوبه؟ لا. نو انكريس في الانتراكرينيال تنشن. اذا هنستبعد الهيموراجيا. هو مش بيعمل ديب كوما في الاول. يبقى يا ثرومبوتيك يا امبوليك. هل قبل الموضوع ده كان بيقول لك تقل في دراعك ورجلك الشمال يروح ويجي؟ لا. كونك مفيش تي اي اي ده ما يسبلوتش الثرومبوتيك. يبقى لازلنا لازلنا كليفل عملنا اكسكلوجن للكورتيكال والكرونيك وكايتيولوجي مصفصفه على الثرومبوتيك والامبوليك. خلاص؟ نكمل كلامنا بس احنا كده سالنا كل الاسئله المتعلقه بالباور. نسال اسئله متعلقه بالتون. هل عضلات ايدين او رجلين شادين او سايبين؟ في اول الاربع اسابيع كانوا سايبين. سايبين. بعد كده خشبوا لغايه دلوقتي. خشبوا لغايه دلوقتي. يبقى كان في شوك ستيج ماشي مع كونها اكيوت كوز ولا لا؟ الدراع والرجل؟ اه. الشمال؟ اه.
مين شادد اكتر؟ مع بعض. الاثنين مع بعض. ومين شادد اكتر؟ زي بعض؟ زي بعض ومع بعض. يعني مين خش بالاول؟ طيب هاجي بعد كده على الفيتوتات. هل عضلات ايديك ورجليك خسوا او كبروا؟ لا، لا خسوا ولا كبروا. طيب يبقى اذا ده مش لور موتور، لان بيكبروا في المايوباسي وبيخسوا في البريفرال نيوروباسي، والاثنين دول لور موتور، وده منطقي. هل في دراعك او رجلك حركات لا اراديه؟ نون انفولانتري موتور. خلاص من احلى. هل في سقوط في الشعر او تقصير في الضوافر؟ ما هو يا جماعه باين ان الحاله ابر موتور. طب انا بسال الاسئله دي ليه؟ على سبيل التعويض، لاني بدرس الطلبه. مع مرور الوقت والتريننج هتبقى عارف ايه الاسئله ما ينفعش تسال. يعني بسال على الدروب تشينجز ليه؟ بسال على الويستنج ليه؟ بسال على السودو هايبرتروفي ليه؟ اسئله ملهاش مكان، الانفليشن. ولكن انا بسالها على سبيل التعويض، ولازم تكونوا فاهمين كده. ان انت لما هتشتغل في عيادتك مش هتسال كل الاسئله، تسال الاسئله اللي تنفع. هتعرفها منين غير بالتريننج؟ هتعرفها منين الا اذا كان الدكتور يعلمك من البدايه؟ انما في البدايه بتعلق على كل حاجه، لانك كمان هتلونه. هتقول نو كذا نو كذا نو كذا. طيب ايدك اليمين بقى المعلقه بتتهز فيها وانت بتاكل؟ مفيش هيميا تاكسيا، في مرض اسمه بينيدكت ديزيز، بيبقى ناحيه هيميا تاكسيا وناحيه هيمي بليجي. بيحصل في الميك برين. بينيدكت اللي هو بياخد ثيرد نيرف وبياخد الريد نيوكلس. طيب تعالوا بعد كده على هل في تتطوح وانت ماشي؟ لا. طيب انا كده سالت الباور والتون والستيت اوف ذا ماسل والتروفيك تشينجز والكوردينيشن والانفولانتري موفمنت. خلاص خلصنا الموضوع. يبقى ده الكومبلين والريليتد. تعالوا بقى نسال على مين؟ على النون ريليتد اللي هي السنسوري. هل في مشكله في الاحساس في دراعك او في رجلك؟ في ايه؟ بدا من امتى؟ مع من 27 سنه. ضعف الاحساس في الدراع والرجل الشمال. مين ضعف الاول، الدراع ولا الرجل؟ طب مين اضعف في الاحساس، الدراع ولا الرجل؟ هل حصل شكشكه وتنهيل في البدايه او وجع؟ هو دخل على طول بستراك. يبقى هنا هيمي هايبوثيزيا الناحيات، خلي بالك هيمي هايبوثيزيا. ايوه. الارض تحت رجليك ناشفه ولا طريه زي القطنه والسفنج؟ يبقى في ديب سنسور راس في الناحيه الشمال كمان، يبقى ما فيش ديسوشيتيف نيتشر، يبقى ما فيش سباينال. يبقى استبعدنا الكورتيكال والكرونر والسباينال، لان السباينال بيبقى معاها هيما هايبوثيزيا اوف ديسوشيتيف نيتشر. ايبسي لاترال ديب سنسور راس وكونتر لاترال سوبرفيشال سنسور راس. يبقى انا مصفصفه على مين دلوقتي؟ كابسولار وبرين ستيم. اللي هيفرق معانا الكرينيال نيرف. لو على نفس الجنب يبقى كابسول، لو على الجنب الثاني يبقى برين ستيم. مش كده ولا لا؟ هنشوف دلوقتي. نسال على البلادر مانيفستيشن. انت البول بيسيب عليك؟ بيسبقك؟ في احتباس في البول؟ طيب هل البول بينقط حاجه بسيطه كده؟ جميل. يبقى اذا دي الاسئله، وده طبيعي لان البلادر مانيفستيشن بتحصل في بتحصل في البايلاترال ليجن، في الكوادر ليجن والبارابليجن، انما هنا على جنب واحد، على جنب واحد. كويس جدا. طب بنسال على انكريس في الانتربريتيشن سالناه. كونستيتيوشنال سيمتومز هي الفيبر سالناها مع الاسوشيشن ريزونس، مش عايز اقعد اكرر الكلام. يبقى نسال على الكرينيال نيرف. ده مهم جدا. هيفرق معانا قوي. حاسه الشم عندك كويسه؟ اه. بتشوف كويس؟ ايوه. بتشوف الحاجه اتنين؟ نو ديبلوكت. نو ديبلوكت. جفنك سقط؟ لا. عينيك احولت؟ لا. خمسه، الاحساس في الوجه طبيعي؟ لا. امال؟ يعني النص الشمال ده ما بيحسش؟ فوق ولا تحت؟ سؤال بقى. دلوقتي الهيمي بليجيا شمال. وخمسه مضروب النص الشمال فوق وتحت. خمسة كده مضروب ابر موتور ولا لور موتور؟ لور. كام واحد بيقول لور؟ لور وعلى نفس الجنب؟ لور موتور وعلى نفس الجنب؟ هي طب كروس ولا نان كروس؟ سيبهم كروس ولا نان كروس؟ نان كروس. النان كروس يبقى ضرب الكرينيال نيرف ابر موتور ولا لور موتور؟ النان كروس النان كروز هيمبليجيا
بيبقى تربين الكرينيال نيرف ابر موتور ولا لور موتور؟ ابر اعرف ده ابر موتور طبعا. سؤال بقى، هنا الترايجين المضروب ابر موتور ولا لور موتور؟ لور. لور عشان يبقى لاترال ازاي؟ طيب كام واحد بيقول ابر موتور وكام واحد بيقول لور موتور؟ ايه رجعتوا ليه؟ طيب اللي بيقولوا ابر يرفعوا ايديهم تاني. اللي بيقولوا ابر عظيم، ابر ايه؟ ابر ايه؟ موتور. ما تقطعوا ابر ايه؟ واللي بيقولوا لور، لور ايه؟ موتور. ايه يا فالح انت وهو اما ده السنسوري بقى يا مراري يعني مراري يا خسارة تعبك يا اشرف يا نهار اسود. بقول لك قدام في الاحساس، قدام في الاحساس. بقول لك ابر موتور ولا لور موتور؟ تقول لي لو يا ابو ثقه يا مرار الطاقه. بتقول لي احنا بناخد درس النظري ما شرحناش نظري. احنا شرحنا النظري فوق درس النظري. بتقول لي على السنسوري ابر موتور ولا لور موتور. سؤال تاني، سؤال تاني، الهيمي بيجيا بيبقى يوني لاترال ليجن ولا باي لاترال ليجن؟ يوني لاترال ليجن. طيب ده الترايجينيا. طب مش الترايجينيا بيجي له باي لاترال بيراميدال؟ المفروض ما يتاثرش. يتاثر ليه؟ تاني الهيمي بيجيا بنضرب يوني لاترال بيراميدال ليجن. الترايجينيال رايح له باي لاترال بيراميدال. اتاثر ازاي؟ جاوبت وحياة أمي. جاوبت بتقول إيه علاقة البيراميدال بالسنسوري بارت؟ يا ابني ده السنسوري بارت، إيه علاقته بكونه ياخد يوني لاترال بيراميدال ولا بايلاترال بيراميدال؟ اللي بياخد بايلاترال بيراميدال هنا الماسل ماستيكيشن، والماسل ماستيكيشن سليمة، أنت بتمضغ كويس على الجنبين أهو. يبقى أنا هيني بليش يضرب بيراميدال على جنب واحد، لكن الترايجينال ما تأثرش كموتور اللي هي المصل ماسكيشن. انما السنتوري بارت يبقى السؤال هو هو، بس سالته بطريقتين مختلفتين. معروف ان الانسان يميزه عن بقيه الكائنات انه بيتعلم من اخطائه. انت بتقول كده. اما السؤال ده بتسال في الامتحان، يا ابني ترايجينال هنا مضروب فوق وتحت او على نفس الجنب اللي بيهني بليجي عشان مخك يروح لكروز دو ناكروز. يبتدي يسالك قول لي بقى هنا مضروب ابر موتور ولا لور موتور؟ تقول له لور موتور، يقول لك يا راجل ابر 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 يا راجل لور 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 لور. فكر ابر 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 يد ابر ايه ده سنسوري بقى. ايه اللي خلف الابر؟ سؤال بطريقه ثانيه، مش يد الترايجينال بياخد باي لاترال بيراميدال؟ طب ازاي اتاثر في الهيمي بليجن؟ الهيمي بليجن يوني لاترال ليجن. الله صحيح يا ابني. تقول له لان ده السنسوري بقى، السنسوري بقى ماله بالبيراميدال اصلا؟ سنسوري بقى بيعدي الناحيه الثانيه ويطلع خلاص، ضربته مش هيحس النص ده. هاي انما المصل ماستيكيشن سليمه دي تكتات. سبعة فهمتوا؟ لما تيجي تغسل وشك الصابون بيخش في عينيك؟ لا. يبقى النص الفوقاني من الفيشال سليم لانه بيروح له بايلاترال بيراميدال لما يضرب جنب واحد. لما بتيجي تاكل الاكل بيتحوش في بقك؟ اه. على اليمين ولا على الشمال؟ شمال. شمال. على نفس الجنب اللي فيه ايه؟ اللي فيه انتوا كروزد ولا نان؟ كروزد ولا نان كروزد؟ نان كروزد؟ نان كروزد. ليه بيجي؟ يبقى كابسولار ولا برين ستيرن؟ دول كانوا باقيين كابسولار. الهيمي بليجيا شمال، احنا ضاربين رايت انترنال كابسول، احنا ضاربين رايت انترنال. يبقى احنا استبعدنا الكورونال والكورتيكال. ليه؟ لانها ما بداتش المونوبليجيا. استبعدنا البراون سيكارد سيندروم لان مفيش هيمي هايبوثيزيا. فصفصفت على مين؟ على الكابسولار وعلى البرين ستيرن. مين اللي يفرق؟ الكرينيال نيرف. الكرينيال نيرف مضروبه على نفس الجنب والنص التحتاني من الفيشيال. اذا دي نان كروس هيمي بليجيا، اذا دي كابسولار. الهيمي بليجيا شمال يبقى ضاربين الرايت انترنال كبسول. واضح؟ يبقى اذا كوني شرحت الهيمي بليجيا ده مش كفايه، ده لازم تذاكره وتصمها عشان تفهم اللي احنا بنعمله. انت بقى كنت مش عايزني اشرحها اصلا باعتبار انك هتاخدها في درس النظري. خلي بالك ده سبعه ثمانيه. تسمع كويس؟ اه. تيجي نفلف بيك؟ 9 و10 و12. في صعوبة في البلع؟ تغيير في الصوت؟ تقل في اللسان؟ أول 14. اه تقل في اللسان لأن ده 12.
12 يبقى اللي ضربه فعلا النص الثاني من 7 و12 قعد اول 4 اسابيع وتحس ليه؟ لان ريجريسيف كورس اي اكيوت ليجن في الدنيا ريجريسيف كورس. هتقول لي طب اشمعنى دراعه ورجله ما اتحسنوش؟ لان الانسان بتعمل حياتك يا بتاكل يا بتتكلم، فهو علاج طبيعي مستمر مجاني. تتحسن احسن من دراعه ورجله، تتحسن احسن من دراعه ورجله، ويبقى ده منطقي جدا هذا الكلام. ادي الكرينيال نيرف. نيجي بقى على السيمبتومز باذر سيستم. اهم اذر سيستم يهمنا اللي هو مين؟ المين؟ الكارد. عندك ضغط؟ ضغط من امتى؟ اكتشفوه ساعات، يبقى كان موجود من قبلها، يبقى يعتبر ريسك فاكتور معانا ولا لا؟ هو عنده لغايه دلوقتي كام ريسك فاكتور؟ ميل جندر وهايبر تنشن. السن وقتها كان 50 سنه، ده مش ريسك فاكتور. ريسك فاكتور بعد ال 60 في الميل. وال سموكينج كان من 27، هو بيدخن من 55 سنه، قول 30 سنه في 20 الهيفي سموكر، كان هيفي سموكر وقتها. يعني انا بجمع ريسك فاكتورز عشان ارجح الثرومبوتيك. اصل السن ده، اصل لو امبوليك كنا لقينا اذر امبوليك ساينز. هنشوف دي بقى. فهو عنده ضغط، عنده ضغط. هل في التبجيل ضربات قلب سريعه وملخبطه؟ انا بسال برضه عشان الاي اف. هو لو كان يقول لا ده مش اكسكلود الاي اف، ممكن تجيبها في الرسم القلب. صح؟ هل في اي مشاكل في القلب؟ لا. خصوصا في الشريان الثاني؟ لا. طبقه بتجيلك على صدرك؟ لا. طيب يبقى انا بسال، هسال بقى على هل جالك اتبولت دم؟ لا. عينك احنا قلنا البصر بيشوف كويس. الم شديد في البطن؟ الم شديد في الصدر او الدراع اليمين او الشمال؟ انا بسال على اذر امبوليك مانيفستيشنز عشان اكسكلود الامبولايزيشن. فالارجح هنا نثرم بطن. يبقى الليفل رايت انترنال كبسول. والكوز غالبا ثرومبوتيك. نشخص ازاي؟ اولا دي ليفت سايدد هيمبليجيا. خلي بالكم لسه ما فحصتش. ده بتشخص الهيستري. دي الحرفان. كوزد باي افوكال ليجن. ادي الباثولوجيكال دايجنوز. عرفنا ازاي الافوكال ليجن. It has a level and asymmetrical. مش لسه صحيح الكلام ده الاسبوع اللي فات يا جدعان. It has a level and asymmetrical is a focal lesion. Add the level anatomical diagnosis بقى. Add the level of right internal capsule. يبقى بالعرض right، بالطول internal capsule. ادي الاناتوميكال diagnosis. The lesion is vascular. Most probably thrombotic. لان acute onset to stroke stage and regressive course الكونية acute. في risk factors of atherosclerosis. فنرجح ان هو ثرومبوتيك. الفانكشنال دايجنوزس الستيج الهيمبليجيا از استابلشد. لو شوك ستيج ولا ريكفري ستيج هي سبت خلاص. ويز كومبليت باراليسيس او باراليسيس جريد 0 ل1. طبعا ده هيبان امتى؟ مع الفحص. انت بيجي لك قرح فراش او حاجه؟ لا. بتقعد تخبط كتير لما تمشي؟ نو كومبليكيشنز. شخصت تشخيص كامل للهيستوري. اصبح الاكزامينشن دلوقتي حاجه اوبجيكتيف بقى بتاكد لك هذا التشخيص. انت معاك داتا 100%. طبعا اكيس اوف ليفت سايد هيمبليجيا كوزد باي افوكال ليجن ات ذا ليفل اوف ذا رايت انترنال كبسول. ذا هيمبليجيا از ذا ليجن از فاسكولار موست بروبلي ثرومبوتيك. ذا هيمبليجيا از استابلشد وذ باراليسيس اوف جريد 0 ل1 نو كومبليكيشن. منطقي. بس هاو تو دايجنوز الكيس اللي خدناه الاسبوع اللي فات مهمه. تعالوا نتعلم بقى هاو تو اكزامين. انا هعمل ايه؟ انا هضرب عصفورين بحجر. هوريك التكنيك بتاع الاكزامينشن من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه اطلع ريزلت ونشوف الريزلت ماشي مع التشخيص اللي قلناه ولا لا. ركزوا معايا. اول حاجه السبيتش نورمال. السبيتش عند الراجل ده نورمال. كرينيال نيرف اول حاجه اولفاكتوري. الاولفاكتوري محتاج 5 شروط، شرطين في العيان وثلاث شروط في الماده المستخدمه لتشميمها. شرطين بتوع العيان ان نغمي عينيه عشان ما يشوفش بنشممه ايه.
وان each nostril should be examined separately. ثلاث شروط بتوع العيان بتوع المادة المستخدمة لتشميمها، عندها تكون non-irritant familiar يعرفها العيان و odorous ليها ريحة واضحة. اهم حاجتين نستخدمهم هنا البن والنعناع، عشان كده في الامتحان تاخد معاك شوية بن وشوية نعناع. تعال طبق هذا الكلام. ايه اللي انت شامه ده؟ ايه اللي انت شامه ده؟ نعناع. يبقى الاولفاكتوري عنده سليم. نقول هذا الكلام لان قلنا بكده يونيلاترال انوزميا يعني نيورو، بايلاترال انوزميا يعني اي ان تي، وشرحنا الاسباب اللي بتعمل يونيلاترال وبايلاترال انوزميا. ادي الاولفاكتوري تكنيك ورزق. هاجي على الاوبتيك. في اكيوتي اوف فيجن وفي فيلد اوف فيجن. اكيوتي اوف فيجن بيتعمل حاجه اسمها سنيلنز تشارت اللي هي الفتحه فين، ودي لازم تتحط على مسافة 6 متر، على مسافة 6 متر. قلنا لما تكون عيادة صغيرة تحطها فوق راسه وتحط قدامه مراية على بعد 3 متر وتشوف. ادي حاجة. ساعات يجيبوا سترينت شارت صغيرة كده تحطها على بعد متر، كأنك بالظبط حاطط الكبيرة على بعد 6 متر، مش متوفرة. فتعمل بيت سايد تيستنج اللي هي الأكيوتي أوف فيجن والفيلد أوف فيجن والكالر فيجن. الأكيوتي أوف فيجن acuity of vision اللي هم ثلاث خطوات الاول. اول حاجه finger counting، وبعدين hand movement على بعد 30 سنتي، بعدين perception of light بالتورش. يلا غمي عين، غمي عين، كل عين لوحدها. كام دول؟ كام دول؟ كام دول؟ العين الثانيه كام دول؟ طب كده، طب كده، طب كده على بعد 30 سنتي. طب في حركه؟ ما انتوا جايب التورش حاجه بتنور وتطفي، يبقى كومبليت نو بي ان. ده لو هتعمل التست كامل. تعال بقى نشخص العينه تحديدا. كام دول؟ اثنين. انا طبعا غمست وقلت له اعمل مش شايف، مش هقدر اكمل بقيه الطرق، لكن واقعنا العين ده بيشوف بالعينتين. واقعنا العين ده بيشوف بالعينتين، يبقى الاكيوتي اوف فيجن هنا نورمال. الكونفرونتيشن تيست للفيلد اوف فيجن. فيلد اوف فيجن بيتعمل بحاجه اسمها الجيروم سكرين للسنترال فيلد و بريمتري للبريفرال فيلد. ده مش متوفر، فبنعمل بيت سايد تيستنج اللي هو الكونفرونتيشن تيست، انك تقارن فيلد بفيلد. المسافه بين وشه ووشك 60 سنتي متر، 60 سنتي متر. عينين على نفس مستوى عينين، هو يغمي عين وانت تغمي عين، وتنستراكت العيان انه يفضل باصص في عينك، لا يبص بره ولا جوه ولا فوق ولا تحت عشان فيلده ما يتحركش. وتي لما تشوف صباعه بيتحرك قول، لما تشوف صباعه بيتحرك قول، لما تشوف صباعه بيتحرك قول. انا ايدي لازم تكون في نص المسافه بيني وبينه، ما تعملهاش كده عشان تقارن صح، وتيجي من بره جوه ببطء. حاجه على الميديا، تغير الايد لما تشوف صباعه بيتحرك ايه الاصح. تيجي من اربع اركان، لما تشوف صباعه بيتحرك قول، لما تشوف صباعه بيتحرك قول، لما تشوف صباعه بيتحرك قول، لما تشوف صباعه بيتحرك. ليه؟ لان الهيميا انوبيا بتبقى كوادرانت، ما تنساش تبدل الايد لما تيجي من الناحيه الميديا. العين الثانيه طبعا شفنا مع بعض، لما تشوف صباع بيتحرك قول، لما تشوف صباع بيتحرك قول، لما تشوف صباع بيتحرك قول، لما تشوف صباع بيتحرك. اذا الفيلد اوف فيجن هنا نورمال. الكالر فيجن يقول اي حاجه يدي دول، مش لازم تعملوها. هاجي بعد كده على 3 و4 و6. بنبص على التوزس والاكسترا اوكيولار ماسل باور، كل عين لوحدها وبعدين عينتين مع بعض. نو توزس. انما لو لقيت توزس تعمل ايه؟ تقبلش الاكشن اوف فرونتاليس، تقول له افتح عينك. قدر يفتحها يبقى بارشال توزس، هورنر سندروم. ساعتها يبقى معاها مايوزس ان هيدروزس انو صلب. ما قدرش يفتحها يبقى كومبليت توزس، يبقى ثيرد نيرف انجري. ثيرد نيرف. وساعتها هيبقى معاها ميدريزس ودايفرجنت سكويل، الكلام ده كله شرحناه قبل كده. بس هو ما عندوش توز. نيجي على الاكسترا اوكيولار ماسل. كل عين لوحدها الاول بقى العينتين مع بعض، غمي عين. بص لبره صح كده؟ لا. لازم اثبت راسه، دي اللي عليها الدرجه. بص لبره لاترال ريكتس، بص لجوه ميديال ريكتس، لفوق ولبره سوبيريور ريكتس، تحت ولبره انفيريور ريكتس، لفوق ولجوه انفيريور اوبليك، تحت ولجوه سوبيريور اوبليك. العين الثانيه بص لجوه، بص لبره، فوق ولبره، تحت ولبره، فوق ولجوه، تحت ولجوه. عينتين مع بعض. ده ثابت عشان لو في نستجلس.
ثابت على مسافة 3 سنتي بزاوية 30 سنتي من البلينك. ما عندوش. يبقى هنا يجي معنا 3 على اللايت الاكوموديشن ريفليكس. بص الاصبعي لحد 10 سنتي. اقرب بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. بسرعة لان اسمه اكوموديشن ايه؟ ريفليكس. فانا بتست ريفليكس موفمنت مش بلانتري موفمنت. اهو. ده الاكوموديشن. اللايت ريفليكس تحط ايدك كده وتجيب التورش من هنا. تيجي كده مرة وتيجي كده مرة. اللايت ريفليكس والاكوموديشن ريفليكس عنده نورمال. يبقى 3 4 و 6 نورمال. والفاكتور اوبتيك 2 3 4 6 كله نورمال لان كل دول بياخدوا بايلاترال برامج. هاجي على 5 عايز مطرقه ودبوس عيد قريه عود كله. طبعا يفضل عيدان خلة عشان الترانسميشن اوف انفكشن. اه طبعا لا يلا بص يا سيدي من اللاترال كرانسس للتريجس ومن الانجل اوف ذا ماوس للتريجس اوف سالفيت ماكسيلري مانديبولار والحته دي سي 2. غمض عينيك. حاسس الشكه دي؟ 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 حاسس دي؟ حاسس دي؟ هنا زي هنا زي هنا زي هنا بره زي جوه بره زي جوه بره زي جوه. يبقى الناحيه دي نورمال الناحيه دي فيها هايبوثيزي. طيب يبقى الترانجينال مضروب الناحيه دي فوق وتحت. ترانجينال كده مضروب ابر موتور ولا لور موتور؟ صراحه يعني القطنة نفس الطريقه بس ما فيش بره وجوه. شرحنا قبل كده ليه. غمض عينك. حاسس كده؟ 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 هنا زي هنا زي هنا زي هنا. مفيش بره وجوه بقى ولا انت مش فاهم حاجه؟ اه طبعا قصدي ضربه ترجمنا بس والضربه نص الجسم. في جدول كنا شرحناه سي 2 معناها انك ضاربين كونترا لاترال اسندنج بات واي. سي 2 سليمه يبقى ضاربين ابس لاترال ترانجمنال جانجلي. لما شرحنا الكلام تاني انا شرحت بالتفصيل ترانجمنال في ترانجمنال موتور بارت اللي هي الماسلز والماستيكيشن. جز على اسنانك سليم على الجنبين. جز على اسنانك سليم على الجنبين. جز على اسنانك سليم على الجنبين. افتح بقك تريجويدز. جز على اسنانك تيمبوراليس. جز على اسنانك ماسيتر. افتح بقك تريجويدز سليم على الجنبين لان الترايجينال موتور بياخد من الناحيتين. جو ريفليكس افتح بقك بصوا مداش. ليه مداش؟ لانه على رايحته بايلاترال انهبيشن فبتضرب جنب التاني بينهب. انما لو انت هيبقى كده ظهور الجو ريفليكس معناه بايلاترال بيراميدال تراكت ليجن اباف ذا ليفل اوف ذا بونز زي ما شرحنا قبل كده. هنا ما عندوش بايلاترال هنا عنده يونيلاترال بيراميدال تراكت ليجن اباف ذا ليفل اوف ذا بونز. ضاربين انترنال كبسوله على الناحيه. عشان كده الجو ريفليكس عند اللي عنده نورمال. ده اللي هنلاقيه في 5. سبعة في ديفيشن للماوس على الناحيه دي. الفك واللسان بيشاوروا على العيان لكن الماوث واليوفيلا بيشاوروا على السليم. الماوث واليوفيلا بيشاوروا على السليم فده الناحيه السليمه. ماشي الكلام؟ التراكتور انجيلاي هنا سليمه هنا لا. كويس؟ وممكن تلاقي يعني النزل الابيض فضه اكتر من ده شويه مش باينه قوي. المهم ده بالانسبكشن. موتور باور فرونتالس ارفع حواجبك نزله. ارفع حواجبك نزله. اوربيكولاريس اوكيولاي زر على عينيه خليني ما افتحهم لكش. يبقى النص الفوقاني من الفيشيال سليم. ليه؟ لانه بيروح له بايلاترال برامدل. انا ضارب برامدل على جنب واحد. بص النص التحتاني بقى وريني اسنانك التراكتور انجيلاي دي اشتغلت دي مشلول. انفخ بقك الباكسينيتور دي مشلوله ودي شغاله. احاول افضيها كده وصفر
يونيفورم لابس قميص ناحيه لازم ناحيتين عشان اعرف اصف اقلب شفتك كده بلاتزم دي اشتغلت ودي لا يبقى طالما الربع ده مضروب يبقى ضاربين برامج الناحيات يبقى كل حاجه بتشاور على الرايت انترنال كبسوله اهو الكلام ده شرحناه قبل كده 7 8 7 كده ده 7 الجلابيلر ريفلكس الجلابيلر ريفلكس ده رايح 7 راجع 7 تقف ورا العيان سد العينين خلاص بلبشه راح لو استمرت يبقى باركنسونيزم انما راحت كده على طول يبقى ما فيهوش ايه حاجه ليه لان ده في النص الفوقاني والنص الفوقاني بيربط بايلاترال برامل واكسترا برامل 8 سامع كده زي كده كده اصلها واتش تيست بس يعني اغلب الساعات دلوقتي بالتكتكش كده زي كده ما لا لا مش لازم او تيونج فور طبعا 9 و10 ما بيتعملوش شرحناهم قبل كده على السبوره تانج ديبريسور تورش بص على اليوفيلا ديفييتد يبقى تشاور على السليم سنترال يبقى نورمال يبقى بايلاترال باراليسيس نفرق ازاي نقول نقول لعبت يبقى سليم اتيل يبقى بايلاترال باراليسيس اعمل فرنجل وبلاتر هايبر يبقى بايلاترال ابر هايبو يبقى بايلاترال لور الفرنجل رايح 9 راجع 10 والبلاتر 5 راجع 10 هذا الكلام تم شرحه تفصيلا مع كرينيال نيرف اكزامينشن قبل الزمن دكتور شرح مهم تتذكر المرحلة الجاية دي اصلا مرحلة التخطيط ان لو ما فوتوش مش هيحصل طيب كل واحد فينا عارفه عمل الحمد لله تثبت هنا زق على ايدي بلسانك من جوه زق يبقى دي سليمه زق على ايدي بلسانك من جوه ما زقش يبقى دي مشلوله لانها بوشنج ماسل زي ما شرحنا قبل كده دي مشلوله يبقى دي جنين كل حاجه بتقول قال يعني انا مش مشخص بالهستري ده انا يعني بتاكد شفت الناس ما بتستاذنش عشان ما اعملش انترابشن لا يا ابني موتور سيستم اكزامينيشن
موتور سيستم اكزامينيشن انسبكشن تون باور ريفلكس كوردينيشن. خمس حاجات انسبكشن. قلنا في الكارديولوجي العيان بيبقى اكسبوز من اول الامبريكاس وانت طالع الشيست. قلنا في الابدومن العيان بيبقى اكسبوز من اول النيبل للسيبس بيوت. في النيورو بقى عيان يجي لك بالمايوه. ليه؟ لانك تبحث ماسكول سكيلتال سيستم. لو جاي لابس كده اتخفف من اقصى قدر ممكن ينفع يعني، وحتى لو مشمر شمر زياده. ليه؟ لازم الممتحن يشوفك انت بتعمل كود اكسبوجر، لان الكود اكسبوجر على اي درجه؟ بص كده وهي اكسبوز كده بتعمل ايه يا ابني؟ بقى تسيب كود اكسبوجر بتعمل ايه ابني على اكسبوجر؟ وابتدي اعمل خمس حاجات انسبكشن لخمس حاجات. اول حاجه تبص لو في سكيلتال ديفورميتيز زي هاي ارشد فوت سموه بسكيبس، او فلات فوت سموه بسبلانس، او هالوكس فالفس تلاقي دي بارزه من هنا، او تلاقي ماشي على طراطيف صوابع وفي اسمها تاني بس كواينس كعب الحصان، او عنده كلوينج اوف توز. هذه السكيلتال ديفورميتيز ممكن تشير الى ان ممكن المرض ده يكون هيريدو فاميليا زي الدرايف والميريز اتاكسيا زي الدورنيه المصل اتاكسيا. تاني حاجه تبص عليها تروفيك تشينجز، صوت في الشعر وتقصير الضوافر بالذات في منطقه الاستوكاند جلاف، لان ده بيجي مع اللور موتور نيورون ليجن سبيشال البريفرال نيورون. تالت حاجه تبص عليها الابنورمال بوستشر، دراع متني ورجل مفروده هيمبليجيا، رجلين مفرودين بارابليجيا اكستنشن، رجلين متنيين بارابليجيا انفليكشن. لو هو واقف وعنده اكزاجيريتد لوردوزس يبقى مايوباثي، ريست دروب فوت دروب بريفرال نيوروباثي، غوريلا اتيتيود باركنسونيزم. يبقى هنا البوستشر مهم. هنا عنده ايه بقى؟ الدراع الشمال متني ورجله مفروده. هتقول طب ما اي انسان طبيعي ممكن يكون نايم في الوضع ده، بس مش هيشتكي من هيمبليجيا. هو ده الفرق. فهنا البوستشر فليكشن للابر ليم اكستنشن للور ليم بسبب الهايبرتونيا، ده البوستشر عند العيان ده. انما لا عنده تروفيك تشينجز ولا عنده سكيلتال ديفورمز، ادي الابنورمال بوستشر. الحاجه الثالثه ابنورمال موفمنت زي الفاسكيليشن، تدور كده على فاسكيليشن تحاول تعملها ستيميليشن اللي هي معناها انتير هورن سيل اريتيشن، بوليومايلايتس موتور نيورون ديزيز سيرينجومايليا. ما عندوش تريمورز او اي اكسترا بيراميدال انفولنتري موفمنت اللي شرحناهم قبل كده. تعلق على ايه؟ تعلق على نوع الموفمنت، ستاتيك ولا كاينيتيك، مع الثبات ولا مع الحركه، الديستريبيوشن بتاعها دراع ولا رجل ولا اثنين ولا اثنين مين اكتر، يمين ولا شمال ولا اثنين ولا اثنين مين اكتر، ديسل ولا بروكسمال ولا الاثنين ولا الاثنين مين اكتر، موجوده في الترنك موجوده في الفيس موجوده في النك، وشكلها هل هي تريمورز هل هي ديستونيك موفمنت هل هي اسيتوزيس هل هي كوريا، زي ما خدنا في الاكسترا بيراميدال وتشوف. هنا ما عندوش انفولنتري موف، يبقى سكيلتال ديفورميتيز مفيش، كروفيك تشينجز مفيش، ابنورمال موفمنت مفيش، ابنورمال بوستشر فيه اللي هو دراع متني ورجل مفروض. يتبقى حاجه اللي هي الستيت اوف ذا ماسل، لا عنده ويستنج ولا عنده سودو هايبرتروفي لان ده ابر موتور مش لور موتور. يبقى ده اللي بندور عليه. ايه اللي لقيناه عند العين ده؟ الحاجه الوحيده ابنورمال بوستشر اللي هو فليكشن اوف ذا ليفت ابر ليمب اند اكستنشن اوف ذا لور ليمب بسبب الهايبرتونيا بتحصل في الانتي جرافيتي ماسل. ادي الانفليكشن. تعلق تقول ايه؟ باي انسبكشن ذا ليفت سايد شوز فليكشن اوف ذا ابر ليمب اند اكستنشن اوف ذا لور ليمب بات نو ابنورمال موفمنت نو سكيلتال ديفورمتيز نو تروفيك تشينجز اند نو تروفيك تشينجز بس نو ابنورمال موف. خلاص نيجي بعد كده على الماسل تون. كلمه اللي عليه الدرجه في الماسل تون كلمه سيب نفسك خالص. الريست والانكل لو تيست اسمه الشيكينج، النيو والالبو لو تيست اسمه الباسيف فليكشن والاكستنشن، الهيب والشولدر كل واحده ليها تيستين او ثلاثه. نمسك الشيك، سيب نفسك خالص،
امسك الشمال بالشمال واليمين باليمين. ماشي؟ دي سايبه دي شده. تحت دي سايبه دي شده. في هايبرتوني على الشمال بس فليكشن اكستنشن. هاتني على الاخر وافد على الاخر. تعالوا اعمل لي اللي انا عملته كده. يا شبه اعملي لي القلب اتني وفريدي. تحس ان احنا برنامج متوقع ضيف. شدي حصل ايه شفتوه؟ بلازما نايف سباستيسيتي انيشال ريزيستنس وترنال ريليز. وهي بتفقد ولا هي بتتني؟ يبقى الهايبرتونيا في مين؟ في الفليكس اللي هم الانتي جرافتي ماسلز. شوفي تحت هنعمل ايه؟ هتمسكي هنا من فوق. من فوق من هنا مش من تحت. وترفعي على الاخر. ايدك التانية هنا. تتني على الاخر وتفردي على الاخر. اعملي زي ما عملت. شاطر. نعمل ايه التانية زيها؟ بلاس بنايفس باستيستي وهي بتتني. يبقى الهايبرتونيا هنا فين؟ في الاكستنسور. في الاكستنسور ليه؟ لان انتي جرافيا فعلا دي في الانتي جرافيا مصر. يبقى كل شفناها على السبوره بنشوف. تعال نشوف بقى البروكسيما. طريقه اهي خلي بالك يا اسراء اسمها جور. هنا كتف ورا راس. كتف ورا راس يعني نورمال. هنا كتف وراس حته واحده في هايبرتونيا. انما لو هايبرتونيا تلاقي الكتف يتحرك والراس مكانها. ده اسمها جور مثل. انا ليه بقول ازاي يا اسراء بقى؟ بص يا اسراء لان هنا في طريقه عندكم بتعملوها كده سيركم دكشن. دي مش عندنا في القصر العيني عندكم في الزهران كده سايقه قصر. شوف كده سايقه. تعالى بص كده دي شده دي شده. خلي بالك تحت في طريقه اسمها رولينج. امسك فوق وتحت النيه والف كده. شوف هنا الرينج بتاع القدم واسع ازاي يعني جيب كويس. هنا ضيق لان الهايبرتونيا موجوده هنا. في طريقه ثانيه اسمها سيركم دكشن. برفع الرجل والف كده. دي سايبه دي شده. في طريقه ثالثه اسمها الهوكينج او الباسيف اليفيشن. حط ايديك تحت الثاي بص كعبه ما سابش السرير والرجل نزلت زي ما هي. هنا النورمال تون. لو هايبو تونيا هتبقى كده بص كعبه ما سابش السرير بس الرجل نزلت عملت فروج ليك ساين. فروج ليك ساين عشان في هايبوتونيا هنا. خلي بالك تتنتل عشان لو ما حصلش ديسلوكيشن. بص بقى الهايبرتونيا بص كعب برجله هوب طار في الهواء شاشه. ليه؟ لان هايبرتونيا. فالعيان ده عنده هايبرتونيا طبعا نورمال هايبوتونيا دي متمثله هايبرتونيا دي حقيقيه. نورمال دي حقيقيه هايبوتونيا دي متمثله هايبرتونيا دي حقيقيه. عنده هايبرتونيا الناحيه دي. يبقى العيان عنده هايبرتونيا على الليفت سايد واخده شكل كلاس نايفس باستيستي تيجي ديستال مور بان بروكسيمال وتافكت ال انتي جرافيتي ماسلز. الانتي جرافيتي ماسلز خلي بالك باور الموتور باور هتشتغل ابر قبل لور نورمال قبل اب نورمال. ديستال قبل بروكسيمال بدون ريزيستنس ثم انت اجينست ريزيستنس. خلي بالك هبتدي الاول ب ديستال ابر ليم في الناحيه النورمال بدون ريزيستنس الاول. لازم دايما اثبت قبل المفصل. المفصل ده زهقان. اقفل ايدك كده. افتح ايدك كده. ده بدون ريزيستنس. اجينست ريزيستنس. امسك صوابعي ما تسيبهمش سيبهم. ده الفليكسوس. ابدكتور بوليس بريفس. حط ايدك على ايده. شاور صباعك الكبير للسقف رجعه تاني. اضغط على صباعك الكبير بصباعك الكبير اجينست ريزيستنس. نورمال. اوبونس بوليس اعمل كده 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 كده. اعمل كده تاني. حاول نفذ صباعي قوي اللي بعده اللي بعده اللي بعده
كلهم مع بعض اللامبرجنز اهم. ثم دورسال انتر اوسي اي اعمل ايدك زي المروحه، حاول ضمهم قوامني. ثم البالمر انتر اوسي اي شد اللي بعده، شد اللي بعده، شد اللي بعده. دكتور ممكن تعيدهم تاني؟ لو عدتهم 10 مرات مش هيخش، لازم يتذاكر، لازم يتذاكر، حاجه لازم تتذاكر، تقعد تطبقها كده على اخوك او على صاحبك. تصورين تاني. اذا المسلز اوف ذا هاند هنا نورمال. تعال الناحيه الثانيه، اقفل ايدك كده، افتح ايدك كده، طالما ما عملهاش اجينست ريزيستنس، ما عملهاش بدون ريزيستنس، ما عملهاش ريزيستنس. تعال على الريست، اثبت قبل الريست، اقفل ايدك كده، سوري. اتني ده اسم الاكشن، رزبك ده اسم المفصل، كده وتعمل زيه. اتني رزبك كده، افرد رزبك كده، وبعدين اجينست ريزيستنس. اتني رزبك واشيل كلمه كده واحط قوامني جامد. اتني رزبك قوامني جامد، افرد رزبك قوامني جامد. الناحيه الثانيه، اتني رزبك كده، افرد رزبك كده. هتقول يا دكتور العينين ما يعرفوش كلمه رزبك، مش مهم انت بتوريله اهو. اتني بقلص كده، افرد بقلص كده، اتني ترمس كده، افرد ترمس كده. يفرق الكلمه ايه طالما بتوريله؟ انما ليه لازم احفظه الاسم؟ لاني هاجي اعملها بعد كده اجينست ريزيستنس، مش هقدر اقول له كده، فلازم احفظه اسمها. اتني رزبك كده، افرد رزبك كده. الناحيه الثانيه، اتني رزبك كده، افرد مفيش. تعال على القلب، لازم اثبت قبل القلب. اتني كوعك كده، افرد كوعك كده، اجينست ريزيستنس. اتني كوعك قاومني جامد، افرد كوعك قاومني جامد. الناحيه الثانيه لازم اثبت قبل المفصل. اتني كوعك كده، افرد كوعك كده، مفيش. تعال يبقى الناحيه دي نورمال والناحيه دي كومبليت باراليز. تعال على الشولدر، جنح بايديك لبره، ضم ايديك على جسمك، ارفع ايديك لفوق، رجع ايديك لورا. زق ايديا لبره جامد، زق ايديا لجوه جامد، زق ايديا لفوق جامد، زق ايديا لتحت جامد. لبره لجوه لفوق لتحت. في بقى اكسترنال روتيشن بتتعمل ازاي؟ ثبت كوعه في جسمه، زق ايدي دي لبره، ده اكسترنال روتيشن. زق ايدي دي لجوه، ده انترنال روتيشن محدش بيعمله، خليك عارفهم بس. يبقى الناحيه دي كومبليت باراليسيس والناحيه دي ايه؟ نورمال. تعالى على اللور ليفل، ايدي تحت الانكل، دوس بمشط رجلك لتحت، خد مشط رجلك عليك، دوس بمشط رجلك لتحت قاومني جامد، خد مشط رجلك عليك قاومني جامد، دوس بمشطك لتحت، خد مشطك عليك. حاجة عن النين طبعا، هنا نورمال، هنا باراليسيس. اتني رجلك، افرد رجلك، ده بدون ريزيستنس، اجينست ريزيستنس. احط ايدي هنا وايدي هنا للفليكشن. ادي رجلك قاومني جامد. ليه بقى؟ لو انا ما حطيتش دي، ادي رجلك، شوف جت من الهيب. فلازم دايما اثبت المفصل عشان الحركه ما تجيش من اللي قبله. ادي رجلك قاومني جامد. الفرد ايد كده وايد كده، افرد رجلك قاومني جامد. طب ليه بحط دي هنا؟ افرد رجلك جت من الهيب، عشان تيجي من النين، افرد رجلك قاومني جامد اهو. ادي رجلك قاومني جامد، افرد رجلك قاومني جامد. ماشي. تعال على النيل، اتني رجلك، افرد رجلك. طب اتنيها له انا، اتني رجلك، مفيش خالص. طب افرد رجلك، بيحاول شويه. ليه؟ لان دي انتي جرافيتي، كان دي برو جرافيتي، وفي البيراميدال البرو جرافيتي يضعف اكتر من الانتي جرافيتي. طب ما حصلش الكلام ده في الابر ليه؟ ليه يا دكتور؟ لان الابر اضعف من اللور في البيراميدال. ليه يا دكتور؟ ده كل الكلام اللي على السبوره بنشوفه. تعال على الهيب، افتح رجليك لبره، ضم رجليك لجوه، ارفع رجليك لفوق، نزل رجليك لتحت. زق ايديا لبره جامد، زق ايديا لجوه جامد، زق ايديا لفوق جامد. طب لتحت ازاي بقى؟ يا اما انام على وشه واقول له زق على ورا، يا اما ارفع الرجل او ايه؟ واقول له زق على تحت. جت منين؟ من النين. انا عايزها تيجي منين؟ من الهيب، فلازم افرد كده، زق لتحت كده تيجي من الهيب. انما لو قلت له زق لتحت هتيجي منين؟ من النيه، فلازم افردها له، زق لتحت، فده الاكستنشن. خلي بالك طبعا الاكسترنال والانترنال روتيشن هنا العكس، زق لبره ده الانترنال روتيشن، زق لجوه ده الاكسترنال روتيشن، يعني في الرجل العكس فوق، جوه هي الاكسترنال. ما بيتعملوش انترنال واكسترنال روتيشن. شوف لو عدتهم قدامك 10 مرات مش هتعرف تعملهم، لازم تقعد تذاكرهم، والكلام اللي بالعربي يتحفظ بالعربي، يتحفظ زي ما مكتوب. اخوانا الطالب يقول انا افهم، بقول باسلوبي، النبي بلاش اسلوبك،
بلاش اسلوبك. استنى، يعني احنا كان عندنا، انت بقى واثق باللغه بتاعتك وقدرتك على التعبير. لاقي الطالب من دول يا ابني طلع، والله العظيم جات له الافازي. ايش افحص لي النيابه. حاضر. يا ابني ايوه، هات اليمين من ورا بقى. عكست الاولانيه ليه؟ وتقعد تبدل في دي، ولما تيجي بالصدفه صح يجي يدي الاوردر بقى. يلا حرك، اعمل، اعمل ايه؟ اوب، ادني رجلك، شد على ايدي، افرد رجلك، تسوق عليك، لازم تجيبها زي ما. خلي بالكم الموتور باور الحاجة الوحيدة اللي تاني حاجة يعني بخليكم تفحصوها عليا، بيبقى يوم عذاب الحقيقة. بس الهدف من كده ان لما بقعد اصلح لكم بلاقي نفسي بصلح للطالب وبصلح للعيان. الطالب حط ايده هنا ويقول للعيان اتني رجلك، والله والنص العيان عشان بروفيشنال يقوم عامل كده. فالطالب ما ياخدش باله ان ده الاوردر غلط، انما انا بقى عشان فاهم بطلع على السرير يقول لي اتني رجلك واعمل له كده، قصدي اتني دراعك قوم اعمل له كده، قصدي اتني ايدك قوم اعمل له كده، قصدي اتني كوعك قول له ايوه. تقول لي اتني ايدك عاملها له، عامل له دي ايده، تقول لي اتني كوعك لازم الاوردر يتقال صح. خلي بالك، لان ليه بقى؟ لان انت فاهم قصد نفسك، لان انت اللي قايل، لكن العيان ما يفهمش قصدك اللي وضحت له صح. خلي بالك. واضح؟ من هنا؟ حتى لو نورمال صعب عليك كده، زراعة قوة صعب جدا بالنسبة لك. هقول لك الجريدنج بتاع الموتور باور، جريد 0 1 2 3 4 5. جريد 0 No contraction يعني complete paralysis. Grade 5 full power. 1 و 2 و 3 و 4. 1 contraction but no movement. 2 و 3 و 4 movement، في movement. بس 2 movement with gravity. 3 movement against gravity، 4 movement against gravity and some resistance. Some resistance. ده اسمه paralysis، ده اسمه normal، الأربعة دول اسمهم paresis، فالparesis له أربع درجات. صعب عليكم تعملوهم، هم أهميتهم في الفولو أب عشان تعرف العيان بيتحسن ولا لأ. لكن أنت تقول العيان مرة في الامتحان، تقول paresis ودول يتحفظوا للتسميع. موجودين مكتوبين في الكتاب كل شيء موجود. يبقى هنا زيرو لواحد. تعالى على الريفلكسز، في ديب ريفلكسز، في سوبرفيشال ريفلكسز. في ديب ريفلكسز، في سوبرفيشال ريفلكسز. بايسبس ريفلكس روت فاليو سي 5 و6، القلب يتحط في 120 درجه، اعري العضله البايسبس عشان ابص لها، احط الاندكس على البايسبس تندون، اضرب بالرفيعه على صباعي، الضربه فيها اربع صفات، 1 من الريست، 2 فليكشن ليس اي اكشن اخر، 3 تديها رينج هتيجي من بعيد شويه، 4 لازم اسمع الصوت. يبقى فليكشن بالذات للريست بالذات، واديها رينج من بعيد شويه ولازم اسمع الصوت، فعشان تسمع الصوت لازم يبقى فيه مرجيحه شويه سايبه.
العضل عامل كده، ده اسمه بريست. بريست ده النورمال، بريست ده اسمه النورمال. الناحيه الثانيه جيت احط الاندكس ما عرفتش، فلا احط الثم. جيت اضرب بالمطرقه هنا ما عرفتش، فلازم الف ايدي وابص على عضله ضروري ده اللي عليه الدرجه. فيري بريست، فيري بريست يعني هايبر ريفلكس. بريست نورمال، فيري بريست هايبر ريفلكس. طب سلاكش هايبر ريفلكس، نو ريسبونس، اريفلكسيا. بس الاريفلكسيا درجتين، اريفلكسيا جريد زيرو، اريفلكسيا جريد زيرو، في زيرو ماينس وفي زيرو بلس. زيرو بلس يعني ما تديش ريسبونس، لكن لو جز على اسنان او شد على ايديه حاجه اسمها رينفورسمنت او جندريزك تكنيك تشتغل. زيرو نيجاتيف يعني ما تشتغلش حتى بعد الايه، بعد الرينفورسمنت. الرينفورسمنت الحركه دي بتزود فاسيليتيت ريفلكس من خلال فاسيليتات امبلسز من خلال حاجه اسمها الجاما فايبرز. يبقى جريد زيرو اريفلكس، اريفلكس دي ما اشتغلتش خالص حتى بالجندريزك تكنيك، يبقى ماينس. اشتغلت بالجندريزك تكنيك يبقى بلس. فاهم كده؟ ما تقولش اريفلكس الا بعد ما تعمل رينفورسمنت. واحد هايبر ريفلكس سلاج، اثنين بريست نورمال، ثلاثه فيري بريست اللي هو الهايبر ريفلكسيا، اربعه كلونز. كويس؟ فاللي قدامي ده بريست، هعمل كلونز بعد شويه. البريكيو، البريكيو رادياليس روت فاليو سي 5 و6، الالبو 120 درجه بس في 100 برون بوزيشن. ابص هنا واضرب هنا بالتخينه اهو. بريست الناحيه الثانيه، فيري بريست. ترايسبس ريفلكس روت فاليو سي 6 و7، الالبو 90 درجه، امسك ولا سيب؟ اسند. في دكاتره بتقول امسك ودكاتره بتقول سيب. اللي بيقولوا امسك عشان الايد ما تقعش لو هايبوتونيك، واللي بيقولوا سيب بيقول لك عشان ما تعملش انترفيرنس مع الريسبونس. اسند وعلي العضله ضروري وابص عليها واضرب على الاوليكرينون هنا. شوف ازاي اهو، بريست الناحيه الثانيه، فيري بريست. الناحيه اللي فيها الهايبر ريفلكسيا هعمل فيها الباثولوجيكال ريفلكسز والكلونز. الباثولوجيكال ريفلكس سوبرا سباينيتا سي 3 و4 يعمل ابدكشن، الدلتويد سي 4 و5 البتاع البكتورالس يعمل ابدكشن، الدلتويد سي 5 يعمل ابدكشن، فينجر ريفلكس يعمل فليكشن سي 8 و تي 1، ووتنبرج ريفلكس انا شدت وهو يشد، صامبو يتني. بص على صامبو، في طلبه نبيها، في طلبه نبيها، هو لقيتني صامبو. هو مين اللي عنده البراند اللي انا بيه؟ اهو طبعا صامبو كده ما جرالوش حاجه. وبعدين هوفمان ساين، امسك الميدل فالينكس بتاع الميدل فينجر واحط صباعي على ظهره، اتني واسيبه يفلت، اتني واسيبه يفلت، يبقى فليكشن للثمب. فليكشن للايه؟ للثمب. سي 3 و4 سوبرا سباينيتس، بكتوراليس سي 4 و5، دلتويد سي 5، فينجر ريفلكس، ووتنبرج ريفلكس، هوفمان ساين، يتني صامبو. تعملي كده يتني صامبو اهو، سي 8 و 1، وتعمل الكلونس اللي هنا اللي هو الريست كلونس. امسك من عند الالبو هنا واجي على الريست صادن ساستين اهو، ريست كلونس، ريست كلونس. تندون ني جيب ال 2 و3 و4 مع التركيز على ال 3، اعري العضله عشان ابص عليها الكوادرس، اشيل الرجلتين والثمب بين الركبتين، اشيل الرجلتين والثمب بين الركبتين، ابص على العضله احس الباتيلر ليجامنت هنا واضرب هنا، بريست هنا، بيري بريست هايبر ريفلكس. لازم ابص على العضله. انكل ريفلكس اس 1 و2، انكل ريفلكس اس 1، وخلي بالكوا الكلام ده لازم يتذاكر، يعني الفرجه مش كفايه. النية على 90 درجه ليه؟ تو ابولش الاكشن اوف جاستروكنيميس على النية، يبقى التركيز كله على الانكل. جاستروكنيميس بتدي النية 90 درجه، فانا اتنيها خلاص، يبقى كل تركيزنا على الايه؟ على الانكل. واجي هنا اعمل دورسي فليكشن واي فيرشن، اي فيرشن يعني السول بص على الارض واشد. ابص هنا اضرب على الانكل على التندو اخيلس، بصوا دي اس 1 و2، ما اداش، جز على اسنانك ادى بريست، ده النورمال. الناحية الثانية أبص على العضلة هايبر ريفلكس،
هايبر ريفلكس دي اس وحده. هاجي على الباتيلا ريفلكس ده بطل الناحيه اللي فيها الهايبر ريفلكسيا هي دي اللي هعمل فيها الباثولوجيكال ريفلكس والكلوز. الناحيه النورمال ما بنعملش فيها باثولوجيكال ريفلكس والكلوز اسمها نورمال. هعمل فيها باثولوجيكال ازاي؟ الباتيلا من 2 و3 و4 شايف صباعي احطه على الباتيلا واشد على تحت وامسك المطرقه واضرب كده اهو اهو ايه. طبعا هنا مفيش ده باثولوجيكال ريفلكس. الادكتور ادي الرجل قليلا واحط الثم هنا. في ناس بيحطوه هنا ده اسمه الهامسترنج ريفلكس. انما الادكتور هنا على الجنب حط الثمب واضرب كده بالتخين اهي يبقى ايه عمل ادكشن اسمه ادكتور ده ال 4. اعمل بقى كلونس باتيلر كلونس شايف الثلاث صوابع دول اهو سادن سستند اوف ذا بيس. انت اوعى تعمل كلونس ناحيتي كلونس في الناحيه اللي فيها الهايبر ريفلكس انجل كلونس 90 90 90 اخد القدم على تحت وهوب انكل كلونس انكل كلونس. سوبرفيشال ريفلكس طبعا كل حاجه هنا اكزاجيريشن اوف نورمال ريفلكس ابييرنس اوف باثولوجيكال ريفلكس كلونس بابينسكي ساين. بص هنا بلانتر ريفلكس نورمال بلانتر ريفلكس انما هنا دورس ريفلكشن وفاني دورس يبقى هنا في بابينسكي ساين. لو ما اديتش خالص يبقى ايكويفوك كولد سكين تيك سكين بريفرال نيوروباثي ليجن في اس 1 شوك ستيج في ابر موتور نيورون ليجن سكيلتال ديفورم. اتكلم بسرعه علينا شرحتها قبل كده بالتفصيل. قوم بقى لو كولد سكين تيك سكين نعمل اذر ميثود اوف ستيميليشن دي اسمها بابينسكي ميثود دي اسمها براد تدي نفس الريسبونس دي اسمها شادو دي اسمها اوبنهايم اوبنهايم دي اسمها جوردونز جوردونز دي اسمها شيفر شيفر دي اسمها جوندا جوندا دي اسمها سترانيسكي سترانيسكي سترانيسكي. انا لقيت كله صايع ليس اي حته انت تظبط داخل التاريخ بدوس هنا من البدايه سميتها زيكس. حد عنده حاجه بس اه وادي عيد كمان وكل ما تنسى عيد دي الاذر ميثود دي بتصير كتير جدا. قالك ما اديتش برضو اعمل اثنين مع بعض شادو كوبنهايم بس موجودين في التدرب ومتصورين ابدومنا ريفلكس ارفع يبقى هنا في بابينسكي ساين اهي هنا ابدا هنا ما اداش هنا ابدا هنا ما اداش هنا ابدا هنا ما اداش لان بيبقى في لوست ابدومنا ريفلكس في حاله الهيميفيجيا. اجي بقى نعم كده 6 ل 8 8 ل 10 10 ل 12 6 ل 8 8 ل 10 10 ل 12 مش معايا هنا ابدا كونتراكشن هنا ما اداش هنا ابدا كونتراكشن هنا ما اداش هنا ابدا كونتراكشن هنا ما اداش لوست ابدومنا كان الراجل جدول نورمال وبرامج من الناحيه الثانيه. ابنائي اصدقائي واحبائي طالب تركزوا معايا نيجي بقى على كوردينيشن صباعك على مناخيرك وانت مفتح مره وانت مغمض مره نورمال صباعك على صباعي وانت مفتح بس طبعا انت مش شايف ولا بتحدف بره صباعك على صباعك وانت مفتح مره وانت مغمض مره هيل تو ني ارفع رجلك فوق نزل كعبك على ركبتك مشيها على قصبة رجلك وانت مفتح مره وانت مغمض مره عملها في الحالتين يبقى نورمال ما عملهاش في الحالتين يبقى سيربيلر اتاكس عملها وهو مفتح ما عملهاش اجينست ريزيستنس يبقى سنسوري اتاكس يبقى سنسوري اتاكس. في بقى الريباوند فينومينون تقلع اي حاجه حديد في ايدك شد على ايدي جامد لو لبس يبقى في ريباوند هنا مفيش طب اعمل كده مفيش ديستولك وباينيزيا كده وفيلير اوف باتنج اند داون باتنج كل الكلام ده وساعات يعملوا الرومبك تيست توقف العين وتحط ايدك تحت باطنه تقول له غمض لو اتطوح مستسلمه لو ما حطيتش ايدك تحت باطنه سقطت
تعمل الكوردينيشن في الليمب المشلول. اسمه كوردينيشن اوف موفمنت. عم عيد حرك دراعك الشمال لو سمحت. مشلول طب حط صباعك على مناخيرك ترمي بره على سنسوري بقى. سنسوري بقى. تبوس. غمض عينيك. سوبرفيشال سنسيشن. حاسس الشركه دي؟ زي دي؟ يبقى دي نورمال. هنا زي هنا؟ 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 الناحيه دي فيها هنا هايبوثيزيا. سوبرفيشال. لو الناحيتين زي بعض تقول له هنا زي هنا؟ اه زي هنا؟ لا فوق احسن. لما تبقى زي فوق قول طبقه زي فوق. تقول طب هنا زي هنا زي هنا زي هنا اللي هي ستوك اند جلاف بتاعت البريفرال نيرف. هنا زي هنا اه زي هنا اه زي هنا اه زي هنا لا فوق احسن. طب لما تبقى زي فوق قول اه بقيت زي فوق. يبقى سنسور ليفل بتاع البارابليجيا الاكسترا ميدالر بارابليجيا يعني. انما هنا هنا عنده هيني هايبوسيز. تعمل نفس الحركه بالقطن عشان التاتش. تعال على الديب سنسيشن ماسل سنس. حاسس العضله دي؟ حاسس دي؟ حاسس هنا؟ حاسس هنا؟ اه لا اه لا. يبقى هنا في ديب سنسور روسي يبقى على نفس الجنب اهو. الفايبريشن سنس تجيب تيونينج فورك 128 ذبذبه في الثانيه. حطها البولي برومينانس ميديال مانيبس ميديال فيبروستي انتيريور سوبيريور سباين ستايلويد بوليكرينوم كلافيكال فور هيد وتقول طن. حاسس الزنه دي؟ ها؟ زي دي؟ لا. هنا اه هنا لا. هنا اه هنا لا. هنا اه هنا لا. يبقى في ديب سنسور لوس. قال لك الاثنين زي بعض. طب هنا زي هنا؟ اه زي هنا؟ لا فوق اعلى. يبقى ستوك اند جلوف. هنا زي هنا؟ اه زي هنا؟ اه زي هنا؟ لا فوق اعلى. يبقى مش ستوك اند جلوف. مفيش شراب بيوصل لغايه هنا. يبقى ده ايه؟ بوستيريور كولم ليجن. عايز اعرف البوستيريور كولم عند اي ليفل اعملها على الدورسال سباين. لما تبقى زي فوق قول. واول ما يحس اقوم عادد سي 7 سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 لحد الان. خلي بالك. في السنس اوف بوزيشن امسك الصباع من الجنبين وابعد دول. بص يا عم عيد كده فوق كده تحت كده بيتحرك. غمض كده فين؟ كده كده الناحيه الثانيه كده فين؟ كده مفيش سنس اوف بوزيشن ما عندوش. بعد كده تعمل حاجه اسمها كورتيكال سنسيشن. الكورتيكال سنسيشن دي تعملها في الناحيه النورمال اللي فيها احساس طبيعي. حاسس الشكه دي؟ مكانها فين؟ ده اسمه تكتايل لوكاليزيشن. يعني تجيب ده بوسين. حاسس كده شكه ولا اثنين؟ تو بوينت ديسكريميشن. ولازم المسافه هنا على الاقل تبقى 5 سم. على الفينجر تيب كفايه نص سم. على الباك على الاقل 10 سم. لان الصم حته كبيره على الكورتكس. الباك كله حته قد كده على الكورتكس. كده واحده ولا خمسه؟ جرافوستيزيا اللي انت ماسكه ده ستيريو جنود. اوعى إيه تعمل التستات دي في الناحيه اللي ما بتحسش. عم عيد حاسس الشكه دي؟ لا. مكانها فين؟ في الحيطه بره. وفي يقول لك ناقص تيست. قول له اه يا دكتور بيرسبشن ريفالري لكن ما يتعملش في العيان ده. حاسس الشكه دي؟ اه. حاسس الشكه دي؟ اه. زي بعض؟ اه. طب كده شكه ولا اثنين؟ لو قال لك واحده يبقى عنده كورتيكال سنسور روس. انما لو قال لك شكتين يبقى نورمال. طبعا هنا مش هينفع يتعمل. حاسه كده؟ اه. حاسه كده؟ لا. ينفع تقول واحده ولا اثنين؟ ما ينفعش. حاضر. الجيت اصبر ثواني بس سير ريح اتفرج. سير كاندكشن جيت دراع متني ورجل مفروده. سير كاندكشن جيت بتاعت الهيبي بيش اهو اللي هو عند سباستيك بارابليجيا سيزرينج جيت. سيزرينج جيت سيزرينج
باركنسونيزم شورت ستيبج او شافلنج كوريا دانسنج اركي سيربيلر اتاكسيا وايد بيز جي وايد بيز جي نيو سيربيلر اتاكسيا زيج زاج جي زيج زاج جي زيج زاج جي والال ساين دي اسمها تاندم جي معرفش انش على ستريت لاين بريفرال نيوروباثي هاي ستيرج جيت هاي ستيرج جيت السنسوري اتاكسيا ستامبنج جيت يرزع برجليه لان هو مش حاسس لا مش حاسس بالديب سنسيشن حاسس الارض تحت رجليه زي القطنه والسفنجه بيحاول يحس عشان يحس بان شفيت الارض مش ضروري عشان يسمع او عشان يشوف مايوباثي واجلنج جيت فهو اللي عنده مين سيركمدكشن جيت بتاعت النبي بليجي لازم بعد كده تفحص السكال والسباين والباك بالذات في حاله البارابليجيا فحص الباك في البارابليجيا اسمه مانداتوري ولا بتطلب بره تعال نبص كده اللي عنده هيبليجيا ولا لا مكانها فين ليفت سايد الباثولوجيكال دايجنوستس فوكال ولا ديسيمينيتد ولا سيستميك عرفت ازاي لان في ليفل واسيمتري طيب الليفل ده فين في الانترنال كبسول رايت ولا ليفت رايت لان الهيميبليجيا شمال يبقى رايت انترنال كبسول ده الاناتوميكال دايجنوست الاتيولوجيكال دايجنوست ده اكيوت اونست وشوك ستيج اند ريجريسيف كورس وفي ريسك فاكتور يبقى الارجح ان هو ثرومبوتيك فاسكولار ثرومبوتيك هنا مين الارتري اللي مضروب الانتيكرو سترايت الانتيكرو سترايت بياخد دورس الاسبكت وزي الانترنال كبسول بالكامل عشان كده جت الهيميبليجيا مع بعضها هنا الستيج استابليش الشوك ستيج ولا ريكفري ستيج والديجري اوف باراليسيس من 0 ل 1 ومفيش كومبليكيشنز قوم لما اجي اشخص الدكتور بقى اخر سنه اقول له ايه اكيس اوف ليفت سايدد هيميبليجيا كوزد باي ا فوكال ليجن ادي الباثولوجيكال ات ذا ليفل اوف ذا رايت انترنال كبسول ادي الاناتوميكال ذا ليجن از فاسكولار موست بروبابلي ثرومبوتيك ذا هيميبليجيا از استابليش ويز باراليسيس اوف جريد 0 ل 1 نو كومبليكيشنز هيقول لك عرفت ازاي تعرف ترد ولا لا طب تعرف ترد ملتقي في خلفه